شو السالفة عمر؟ أنت من يت ماسك هالسفينة بيدك وتتعمن وتتمعن فيها وتدقق شو فيها شو ما فيها، شو الموضوع؟ والله العظيم أسامة في كل يوم ثلاث يخبلنا ويخلينا نكلم أنفسنا بموضوع المصطلحات. اليوم بعد إقناع وبعد أسلوب ومحاولات كثيرة أعطاني، قال لي بأن المصطلحات راح يخصها في المراكب الأولية أو بعض المسميات في القوارب. وأنت صدقت عاد؟ والله إن شاء الله إنه ما يكون. بذكرك بدي فقرة المصطلحات ولا مصطلح خاص بالسفينة. والله أتمنى أن تكون المصطلحات في السفينة، يعني أنا أحس عندي معلومات شوي عن المسميات في السفن. يعني بتغلبني بالفقرة أنت. والله أتمنى الصراحة، وأنا كنت أصلاً دائماً غالبنك عاشة، فأكيد راح أغلبك في هذا المشوار وهذه المصطلحات بعد. وأكيد نمسي عليكم مشاهدينا بالخير والسعادة، ومساكم تطبع عليه ذكريات الآباء والأجداد، واللي بنحاول نسترجعها اليوم بحلقتنا التراثية وبرنامج حديث المساء. وعبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء نبدأ مساءنا الجميل معكم مشاهدينا الكرام، والبداية أيضا دائما ما تكمل إلا بمسائي على عاشة. مساءك الله بالخير يا عاشة. مساءك الله بالنور والسرور يا عمر، وأيضا المسي على مشاهدينا مساء التراث وزمن الطيبين، وحياكم الله ويانا مشاهدينا في برنامج حديث المساء. نحن اليوم محضرين لكم الكثير من المواضيع التراثية، ونحاول دائما في كل يوم ثلاثة نسترجع معاكم بعض الذكريات الخاصة بالزمن الطيبين، وحياكم الله معانا وإن شاء الله تستمتعون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اليوم عاشة في كل ثلاث متعودين بأن التراث يكون له المساحة الأكبر في حلقتنا، فإن شاء الله اليوم راح ناخذ هذه المساحة بتفاصيل جميلة، نتعلم مسميات أيضا جديدة في المسميات القديمة إن كان في البحر أو في غيرها من المواقع في دولة الإمارات. أكيد يا عمر، نحن دائما في كل حلقة يوم الثلاثاء نحاول قد ما نقدر أن نحن نعرف الجيل الحالي ونعرف عيال اليوم بالأشياء التراثية القديمة اللي استمتعوا فيها الأوليين، فأتوقع أن حلقتنا بتكون مميزة، نحن أيضا بنتعرف على أشياء جديدة فيها. ومن كثر ما أنت قدمتي عاشة برامج تراثية قاموا يطلقون عليك لقب في القناة بأم التراث. اليوم لازم تعرفين المصطلحات. وين في عيايز شيابنا كنا وياهم؟ والله شو احلى من جلستنا من مع عيايزنا وشيابنا اللي نستمتع دائما بحديثنا معاهم. اكيد يا عمر. واللي ناخذ يعني فاصل من الحياه، من الهموم، من المشاكل بجلستنا معاهم. اكيد يا عمر، والله الجلسه مع كبار السن سواء كانوا حريم او شياب يعني بالفعل الواحد يتعلم منها الكثير من الاشياء، خاصه انه وهو يستمع لتجاربهم هني يعني يعطونا الفرصه انه اذا مثلا طاح في مشكله او طاح في موقف معين عارف كيف يتصرف على زمن الاوليين وحكمهم. وكله صوب عاشه وفنيان العصر القهوه على باب البيت برا، هذا صوب ثاني، يعني هذه العادات القديمه وهذه ايضا الأمور اللي عاشوا عليها الأولين أكيد نحن ما نستغنى عنها ونسترجعها في هذه الأيام بذكريات جدا جميلة، والله يحفظ كل أبائنا وأمهاتنا. آمين يا رب يا عمر. طبعا نحن اليوم مشاهدينا مجهزين لكم الكثير من الفقرات والمواضيع اللي بتكون في حلقتنا، شو رأيك يا عمر نعرفهم بعناويننا لليوم؟ أكيد يا عاشة، عنواننا الأول يبتدأ بافتتاح معرض مليحة في بروكسل. طبعا هذا المعرض افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه يا عمر، كان في بلجيكا، وهذا المعرض كان من تنظيم هيئه الشارقه للاثار، مو بغريب على اماره الشارقه، مو بغريب على قائدنا المميز انه يهتم بالثقافه ويهتم بالاثار وبالتراث ينشرها داخل الدوله وايضا خارج الدوله، فنحن بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل اعمق ايضا. صحيح، وراح يكون في احتفال ايضا بمرور 10 سنوات على طبعا بدءهم في البحث الاثري في مليحه. اكيد يا عمر، عنواننا الثاني مشاهدينا شواهد تاريخية من مدينة خورفكان. بالتأكيد عروس الساحل الشرقي عاش دائما مليئة بالأمور الجميلة، وأكيد راح يكون فيها تحدي تراثي واضح. أكيد. ونتمنى هذا التحدي يكون أيضا بمستوى التحديات اللي نحن شفناها قبل في التقارير التراثية يا عاشة. مكان مميز صراحة يا عمر، من الأماكن الجميلة في خورفكان، يعني الواحد اللي ما زار هذا المكان فاته نص عمره من كثر جمالية المكان. اليوم التحدي صوبك عاشة صح؟ صوبي اليوم التحدي. طيب بنشوف التحدي طبعا، وراح نكتشف هذا المكان الجميل اللي تعنت له عاشة وطلعت لنا تقرير أيضا معلم تراثي جديد وجميل نتعرف عليه معاكم في مدينة خورفكان. أما عنواننا التالي مقتنيات تراثية من زمن الأوليين. طبعا ما في أحلى من المقتنيات التراثية ومن الأشياء القديمة والأشياء اللي كانوا الأوليين يهتمون فيها ويمعونها، وحلو أن هذه المقتنيات تنتقل عبر الأجيال يا عمر، وحلو أن الواحد يعني يبذل جهد أو أنه يبحث عن هذه المقتنيات ويحتفظ فيها. طبعا المقتنيات جدا جميلة، وتكلمنا سابقا وتذكرين عاشة عن
هوس امتلاك المقتنيات الأثرية. هي الكثير من الأشخاص ما شاء الله عليهم دائما عندهم حب هذا الامتلاك لبعض الأدوات القديمة اللي دائما تنتمي إلى دولة الإمارات. أكيد في حبهم لهذه المقتنيات. وأكيد عنواننا أيضا التالي: الفن الإماراتي الشعبي جزء من تراث الآباء. طبعا ما لنا غنى عن الفنون الشعبيه والفنون التراثيه اللي نحن دائما نشوفها في المهرجانات وفي المناسبات. الواحد لهذا اليوم ما يستغنى عن الفنون طبعاً الشعبيه اللي كانوا يتمتعون فيها اهالينا والاوليين. طبعا التراث له المساحه الاكبر، ونصيبه اليوم هو الاسد من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء. نتمنى لكم الاستمتاع معنا في كل هذه العناوين، وبالتاكيد نختتم هذه العناوين بعنوان اخير: الالعاب الشعبيه من ذاكره التراث الاماراتي. طبعا الألعاب الشعبية القديمة يعني ببساطتها يا عمر وبالأشياء البسيطة اللي كانوا يلعبون فيها، إلا أنها لها مزة ولها يعني متعة كانوا الأولين يتمتعون فيها. والحلو أن فيها ألعاب خاصة للبنات وألعاب خاصة للأولاد، ولهذا اليوم نحن نشوف هذه الألعاب حاضرة أيضا. أحيانا عيال اليوم البنات يلعبون بالألعاب القديمة، والأولاد نفس الشيء بالفريج نشوفهم بعد يلعبون بهذه الألعاب. فحلو بهذه الطريقة نحن ما نحس أن التراث اندثر، يعني صحيح. ينتقل عبر الأجيال بالمهرجانات بالمحافل التراثيه اللي نحن دائما نشوفها في اماره الشرق وفي المنطقه الشرقيه. طبعا وهذا اللي يرجعنا دائما الى الثقافه الحقيقيه اللي نحن نعتز فيها في دوله الامارات، واكيد لكل اماراتي فخر من هذه العادات والتقاليد والموروثات الشعبيه اللي نحن نعتز فيها في دوله الامارات. طبعا اليوم ايضا راح نتناقش معاكم بموضوع حلقه جدا جميل، واليوم طبعا راح يكون عنواننا مختلف يا عائشة. عنواننا اليوم مميز هو يا عمر، واللي هو يتكلم عن البساطة بين العفوية وبين التلقائية. يعني من العنوان الواحد من يقرأ هذا العنوان لا إرادي بيتكلم ببساطة. صحيح. دائما نحن نربط البساطة يا عمر بالجمال، يعني دائما يوم بنقرأ كتاب بنقول الكاتب كتبه ببساطة. يوم بنتكلم عن مؤسسة ولا دائرة بنقول يزين المؤسسة اللي إجراءاتها تكون ببساطة. فدائما الواحد يربط البساطة بالجمال، ودائما الإنسان يعني يتكلم ببساطة ويتكلم بعفويته هو الإنسان المحبوب. طبعا هو أن الواحد دائما يقعد معاه، دائما يحب ياخذ يعطي معاه، ويبتعد عن الإنسان المعقد اللي يركب المواضيع فوق بعض بالنهاية ما نطلع بالفايدة معاه. طبعا ويقول لك أيضا عاشة من التشبيهات البليغة: البساطة باختصار هي الحياة في الماضي في دولة الإمارات. فعلا راح تشوفين قمة البساطة اللي كانوا يعيشونها الأولين أبائنا وأجدادنا، ولله الحمد أيضا توارثنا هذه البساطة إلى الآن، ونحن نعتز بكل ما خلده لنا الآباء. أمانة اليوم نحن في دولة الإمارات نمتلك الكثير من المضامين الجميلة اللي هي أسستنا وأسست ما نحن عليها الآن في هذه اللحظة. أكيد يا عمر، يعني تحس أن نحن كبرنا على شيء اسمه بساطة، تواضع، نبتعد عن التفاخر وعن التكبر. فمن نحن وصغار تعلمنا على هذا الشيء. طبعا من قيادتنا الرشيدة هم اللي زرعوا فينا هذا الشيء. ابتعدنا عن مثل ما يقولون التكبر. صحيح. ابتعدنا عن تفخيم المواضيع. دائما الواحد يتكلم ببساطة بعفوية، بهذه الطريقة نحن ندخل في قلوب الناس بسرعة. وليش أنت تتخيلين عاشة في انتقالنا إلى موضوع حلقتنا اليوم بأن العفوية في بعض الأحيان تعتبر شيء سيء؟ تخيل العفوية المبالغ فيها يمكن عمر. طبعا العفوية دائما اللي تخلينا نجرح مشاعر الآخرين، يعني في بعض الأحيان نشوف بعض الأشخاص اللي موجودين في حياتنا إن كانوا في العمل في البيت في حياتنا الاجتماعية بشكل عام يجرحون بآرائهم أو بانتقاداتهم، وباختصار يقول لك والله هذه عفويتي وسامحني انا ما اقدر اصطنع. احيانا هي تكون بقصد واحيانا تكون بدون قصد يا عمر، بس الواحد لازم يكون عنده مثل الكنترول على نفسه، يحاسب على نفسيه الشخص اللي قدامه وعلى شخصيه اللي قدامه. يعني انا انسانه عفويه مثلا، ما بتعامل مع الناس بعفويتي انا المبالغ فيها. كل انسان له طريقه يتعامل فيها مع الانسان اللي قدامه. انت عفويه عاشه؟ انا والله ما اقدر احكم عن نفسي انا عفويه ولا ما عفويه. طيب اذا كنتي انت عفويه عاشه، يقول لك من النصائح اللي قدمها علماء النفس والباحثين في هذا الشان بامر العفويه، يقول دائما ينصح بالابتعاد عن الاشخاص العفويين. ليش انت تتخيلين؟ مع ان انا احس يعني التعامل مع الناس اللي دائما يتمتعون بالبساطه والعفويه اريح من الناس اللي من النوع الاخر. طيب انا اقول لك اللي حذروا منه علماء النفس بان العفويين دائما اذا نحن تكلمنا باسرارنا معاهم هم دائما ينقلون هذه الاسرار بعفويه مثل ما يسمونها هم. لهالسبب انا اقول لك دائما لازم الواحد يكون عنده كنترول على نفسه، يعرف شو يقول ويعرف شو اللي يخليه بينه وبين نفسه. طبعا فالحين هذه رساله الى كل طاقم برنامج حديث المساء، احذروا انكم تقولوا سر لعاشه لانها عفويه وراح تفشي هذه الاسرار،
واذا لا لا انا عفويتي عندي كنترول عليها. عندك كنترول. هي عمر طيب. الاسرار شيء والسوالف شيء ثاني. جميل. طيب عاشا ايضا ننتقل الى فقرتنا التاليه. بفقرتنا عندنا اخبار اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي. تم تداول خبر افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقه في مبنى هيئه المتاحف الملكيه للفن والتاريخ في العاصمه البلجيكيه بروكسل. وهناك ايضا معرض مليحه بعنوان مملكه عربيه على طريق القوافل التجاريه. ووسمنا لليوم يا عمر هو معرض مليحة الذي يستمر حتى أواخر ديسمبر المقبل، وتنظم هيئة الشارقة للآثار بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء أعمال البعثة الأثرية البلجيكية في منطقة مليحة. طبعا يحتوي المعرض على العديد من القطع النادرة والتي بلغ عددها 32 قطعة مختلفة من منطقة مليحة الأثرية، وشملت قطعا لعناصره المعمارية كما يضم نقوشا هندسية ونقودا معدنية وبعض الأواني والمشغولات الفخارية والزجاجية وأيضا الحجرية. وطبعا يأتي هذا المعرض في سياق التعريف بإحدى أهم المناطق الأثرية في إمارة الشارقة، والتي ما زالت تكشف عن شواهد وكنوز تعود إلى حقب وفترات مختلفة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، تترجم واقعا حياتيا ثريا وخصبا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. طبعا بكل تأكيد يسهم هذا المعرض وهو معرض مليحة في تحقيق التواصل المعرفي وتبادل الخبرات مع باحثين ومختصين في الحواضر العالمية الكبرى والمعنية باكتشاف المعالم الإنسانية القديمة وحركة أيضا الهجرات والتعرف على الجغرافيا البيئية وحركة التجارة خلال تلك الحقبة البعيدة. ساهم موقع مليحة الاستراتيجي في جنوب شرق الجزيرة العربية في ظهور مجتمعات مزدهرة بين الفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي، وكانت بمثابة محطة مهمة لمرور القوافل التجارية، ولعبت دورا اقتصاديا حيويا في الربط بين الشرق والغرب بين شمال وجنوب الجزيرة. طبعا لك أنت تخيلين عاشا هذا المعرض كيف راح يثري المحتوى الهادف لكل الآثار اللي تم اكتشافها في مليحة، وأيضا لكل الاكتشافات التي سبقت في العالم أجمع وليس فقط في دولة الإمارات وإمارة الشارقة وبروكسل. أكيد يا عمر راح يكون يعني معرض مميز فيه الكثير من القطع الأثرية اللي الواحد يعني يحب أنه يشوفها ويتعرف طبعاً عليها. والجميل في الموضوع أنه راح يتكلمون عن بعض الآثار الموجودة في منطقة في دولة الإمارات، فهذه راح تكون يعني شيء جديد في هذا المعرض. غير هذا راح يكون في تبادل خبرات، راح يكون في راح يحقق أكيد يا عمر أيضا التواصل المعرفي بين كل الشخصيات الموجودة من مختلف الدول المشاركة في هذا المعرض أو اللي حضرت هذا المعرض. وأيضا إجابة نقدمها للمشاهدين عاشا اللي يتساءلون عن أهمية هذه الاكتشافات الأثرية في إمارة الشارقة والتي تشمل دولة الإمارات، بأن هذه المكتشفات بالتأكيد راح تعود بالنفع على دولة الإمارات وإمارة الشارقة من الناحية التاريخية، لأن التاريخ بالتأكيد هو الأهم، وبالتأكيد الأيام تسجل التاريخ لإمارة الشارقة ومنطقة مليحة بأنها كانت هي أحد الوجهات للتبادل المعرفي والثقافي وحتى في البضائع في السابق، وكان أيضا هذا عنوان المعرض في مشاركة مليحة وإمارة الشارقة. أكيد يا عمر مو بغريب على أيضا صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة أنه دائما مهتم بكل الأمور الخاصة بالتراث، بكل الأمور الخاصة بالحضارات، وبكل الأمور اللي تدخل في هذا المجال. دائما حريص على أنه ينقل تراث دولة الإمارات للدول الأخرى، وحريص أيضا على أنه يتعرف على حضارات الدول صحيح العالمية والدول العربية الأخرى. وحاكم الشارقة أكيد كان دائما ملهم لنا في العلم والثقافة والتاريخ والتراث والاهتمام لكل شيء يحتويه تحت عنوان الثقافة. أكيد يا عمر قائد مميز صراحة وإمارة مميزة، الله يحفظه إن شاء الله ويرعاه. من بعد هذا الموضوع راح ننتقل إلى موضوع العجائب والغرائب. قبل لا نشوف الفيديو مع المشاهدين، في مرة من المرات أو مر عليك قطو مكار؟ قطو أنا اللي عرفه الثعلب المكار اللي خذناها في صف ثالث أتوقع. كان لا في ثعلب قطو مكار. الحين في قطو مكار، يمكن كان عندهم تبادل ثقافات. يمكن، بنتعرف علينا وياكم المشاهدين في هذا الفيديو. نتابع. We'll be right back.
هذا هو القطو المسكار يا عمر اللي مسوي عمره ميت، اخر شيء العصفور اكتشفه وطلع مكره. دائما يعني العصافير يطلعون مكره القطاو ما لاحظ؟ يقول لك ما لديه حيله فليحتال. فليحتال يعني اكيد هو استخدم هذه الحيله، واخر شيء ما ادري صاد ولا مو صاد؟ ما اظن صاد. ما اظن صاد؟ يعني هذه الحيله راحت بلاش. بلاش. دائما القطاوتي. اي والله، لكن كان في تبادل خبرات ما بينه وبين الثعلب. يمكن والله. وبالتاكيد دائما في هذه الحياه اللي يقول لك اللي في الحياه دائما تتعلمين اشياء جديده وتشوفين اشياء تدهش الواحد في رؤيتها في كل مناحي الحياه، وبتكون دائما بمحض الصدفه تخيل. اكيد يا عمر الواحد يتعلم الكثير من الاشياء مثل ما ذكرت بالصدفه. طبعا. الحين راح ننتقل معاكم مشاهدينا لفقره الامثال الشعبيه اللي دائما تشكل اطارا ثقافيا ثريا يختزل خلاصه تجارب السابقين وحكمه القدامى، فنحن اليوم جاهزين لكم عدد كبير من هذه الامثله، شو رايك عمر تبتدي انت بامثالك ولا ابتدي انا؟ والله اللي تشوفينه. خليني انا ابتدي بالمثال. يلا. يقول لكم المثال الاول مشاهدينا، الثوب ما ينشق بين عاقل ومينون. الثوب ما ينشق بين عاقل ومينون. بين عاقل ومينون. شو رايك بهالمثل؟ والله شوف في 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 حكمه المثل الصراحه. عطني الحكمه اللي انت فهمتها من هالمثل قبل لا اعطيك. الحكمه يعني اللي فهمتها من هذا المثل بان يعني رجعتني امانه وربطها في في اذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، فدائما في ما في تجانس ما بينهم قصدك؟ لا بالعكس، دائما في تجانس انا اعتقد ما بين العاقل والمجنون، ما يكون في تنافر ما بينهم. زين. يقول لك معنى هالمثل انه يحث على التفاهم وحسن التدبير واستخدام العقل في كل الامور، وخاصه في بعض الحالات مثل حالات الخلاف والنزاع. ويقول لك ايضا هذا المثل يا عمر هو ينضرب ما بين شخصين دائما تتعقد الامور ما بينهم ما يوصلون لحل. صحيح. طبعا جوابي كان صح اتوقع. يعني نص منه صح. نص منه صح، انا جبته بشكل عام ولكن الحمد لله عليك الحال. طبعا دائما الامثال والتحدي يكون فيها شيء جدا جميل. شوف المثال اللي عندك. طيب المثل الثاني يقول احسب جودي من ورث يدودي. احسب جودي من ورث يدودي. انزين يلا انا ابى اعرف الحين خبرتك التراثيه اللي قدمتيها في كل البرامج. عيد لي مثل عيد لي. احسب جودي من ورث يدودي. انزين يعني يمكن اللي ما اعرف انا شو هذا المغزى من هالمثل، لكن هو يمكن الواحد الثري او الواحد اللي بيعطي واللي يتعلم على العطاء، الواحد الكريم يعني. عطني المعنى. استسلمت. استسلمت عطني المعنى. طيب معنى المثل هو الشخص الذي يظن انه ورث الكرم من اجداده، ولكن تبين له ان كرمه مما يملك. ويضرب المثل للرجل الذي يفخر بنسبه ويظن أن الناس يكرمونه، ثم طبعا يتبين له أن المكانة التي توصل إليها ليست إلا من كرمه وأفعاله. أنا أعطيتك الفكرة. ما أعطيتيني أي شيء أنت، أنت أعطيتيني جملة غير مرتبة أصلا. يبلك الكرم، يبلك الواحد اللي يحب يعطي، وأنت كملتها. والله ما أدري يمكن الناس يحسبون لك إياها. أنا إنزين اسمع المثل الثالث، هو وايد سهل أظن بتعرف معناه. أنت المثل يقول لكم مشاهدينا صار بيتشحلها عماها. أوه هذا المثل. عمر دائما هالمثل ينطبق على عمر. عطني معنى المثل يا عمر. هذا المثل أعتقد استخدمناه في حياتنا من صغرها إلى كبرها، يعني يقول لك هذا الشخص اللي يبغى يعالج شيء وبدل ما يعالج يدمر. زاد المشكله يدمر. هذا هو معنى المثل مشاهدينا، والكحل هو اللي ينحط بالعين تتزين فيه المراه. يضرب المثل للشخص اللي لا ما يحسن التصرف في تدبير الامور الخاصه ويسيء استعمالها، مثل ما قال لكم عمر الواحد يوم بيتدخل في موضوع بيصلح بين اثنين بدل ما انه يصلح يزيدها. ما كانت ضربتي فيني مثل سيء عشان. طيب انتقالنا ايضا للمثل الرابع، يقول الشر اللي ما يخوز عنك خوز عنه. مثل الباب اللي يمنا الريح سده واستريح، مو بنفسه؟ يا سلام، زين شو معناته؟ انت لا تعطيني مثل مشابه. انت شو المثل مالك؟ الشر اللي ما يخوز عنك خوز عنه، هي. المشكله اللي ما بتخوز عني انا بودرها، بسكر الباب وبريح راسي وببتعد عنها. بهذه البساطه. والله انت غيرتي المعنى وغيرتي المثل وغيرتي الكلمات. ولكن عطني المعنى، شو المعنى؟ المعنى عاش بان هذا المثل يحذر من العناد والمكابر في الشيء واللي ليس فيه جدوى ولا يعود له بفائدة، وينصح بالتنازل وأيضا تلمس أفضل السبل في الانسحاب من بعض الأحيان، ويكون أيضا سبيلا للنصر وتجنب الخسارة. بس أنا ما خسرت، أنا أعطيتك مثل ثاني، يعني رديت المثل بمثل ثاني. أنت أعطيتيني المثل الثاني ولكن ما أعطيتيني المعنى. أنا ما لازم أعطيك المعنى، أنا يبلك مرادف المثل.
طيب. زين هاي هي كانت امثالنا الشعبيه لليوم يا عمر، وحين وصلنا ايضا للفقره الثانيه اللي بنشوف معلوماتنا التراثيه انا وياك. صحيح. زين هي بتكون فقره المصطلحات الشعبيه، وبنحاول قد ما نقدر ان نحن نخمن معنى الكلمات اللي بيعطينا اياها اسامه. والكلمات هي شو كانت الكلمات؟ هي الكاشح اول كلمه يمكن؟ اول كلمه الكاشح. الكاشح، شو يعني الكاشح؟ يوم انك داخل بالسفينه وتقول المصطلحات خاصه بالسفينه. شوف الكاشح، شو الكاشح؟ اعتقد الكاشح والله شوفي هو جزء من جزء من اجزاء السفينه. بدا يتفلسف. ما في السفينه؟ والعريف عمر. شكرا اسامه على اولا الكاشح مو موجود في السفينه. مو موجود في السفينه؟ الكاشح تعرفينه؟ يمكن موجود في النخل. في النخل؟ انا والله في حد قال لي قبل هو اي مثل بيك ما تعرفينه اقيع البحر. اقيع البحر؟ يا سلام، يعني الكلمات شيء موجود في البحر. زين انا اعطيك كلمه ثانيه. شو هي؟ الدغس. شو معناته؟ الدغس؟ ايه وايد سمعناها على فكره هذه الكلمه. الدغس اذا شو هي؟ دامك وايد سمعتها ما سمعت. لا انت الحين اسالك، الحين هذه فيها نقاط وفيها تحدي. عطني من وين هي؟ اي بيئه؟ ما مسموح للتقريب؟ ما مو غير الدغس مسموح. والله يا عمر ما سامعت انها فما ما بالف وبروحه ما يعرف. انا ما اعرف صراحه، والله صدق ما اعرف. زين شو اعطيني انت مصطلح. زين المصطلح الثالث يقول لك يا عمر. شو المصطلح؟ ام ركبه. ام ركبه؟ ايه. شو ام ركبه؟ انا احسها في النخل ما ادري والله بس. في النخل؟ انت كل امثالك كل مصطلحاتك في النخل عاش. يمكن لا احب النخيل والعزب. والله ما ادري. انا ما عرفت، تعرف انت؟ ام ركبه؟ لا والله ما عرفت. ام ركبه ولا انا؟ زين شو المصطلح اللي عندك بعد؟ المصطلح اللي عندي الشر. الشر؟ ايه الشرط. الشرط بالتاء اخر شيء. الشرط والله ما اعرف شو الشرط. الشرط 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 ما شو الشرط؟ يعني كلمه سهله. يمكن الشرط انت قصدك؟ لا اللي اول شرط اخر نوع. الشرط بالتاء. الشرط ما ادري هذه كلمه عاد. انزين المصطلح الاخير هو الميلم. الميلم الميلم, الميلم. اول ما سمعت على فكره الكلمه ما القهوه ببالك؟ لا انا الميلم قربتها للليلام. انا ما ادري والله ما اعرف المصطلح، بس من قالوا لي الميلم جت القهوه في بالي. القهوه والله احس القهوه صوب الجمله والكلمه بصدق. زين لا تحكم، يمكن تكون الاجابات مالي صح، بنتعرف عليها اخر الحلقه بنشوف. ولا اجابه صح؟ ولا اجابه صح. بشرنا بالخير، جزاك الله خير يا اسامه. زين هاي هي المصطلحات مشاهدينا، راح نتعرف على معناها ان شاء الله في نهايه الحلقه، والحين راح نظهر لفاصل نرجع من بعد، خلكم معانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا مشاهدينا بما ان الحلقه اليوم حلقه تراثيه، وانا اسير لمكان تراثي، وعمر في حلقه من الحلقات صار لمكان تراثي واللي هو ظهر لكم في الاسبوع اللي طاف. انا طبعا ما كنت موجوده عشان اشوف تقرير عمر، وكان عمر كان وين كنت ساير؟ قلعه الغيل. بس انا اليوم رحت لكم لمكان مشاهدينا، هو يعتبر من احد الاماكن التراثيه اللي تسعى دائما اماره الشارقه الى ادراجها ضمن قائمه التراث العالمي التابعه لمنظمه الامم المتحده وللعلم والثقافه اليونسكو من خلال 8 مواقع اثريه. طبعا عمر اكيد مستعجل يبغى يعرف المكان اللي انا سرته، قبل نشوفه مع المشاهدين وين تتوقع اني انا سرت؟ مكان في خرفكان. في خرفكان؟ قلعه؟ قلعة. حصن؟ قلعة أو حصن؟ قلعة. شو الفرق بين قلعة والحصن؟ ما في فرق، بس أنا مشيت معك. بنشوف مشاهدينا المكان اللي أنا زرته في خرفكان، نرجع من بعده. أخيرا وصلنا وياكم مشاهدينا للمكان التراثي لحلقتنا لليوم.
موجودة أنا اليوم في إحدى الأماكن المميزة والأماكن الأثرية الموجودة في إمارة الشارقة وبالتحديد في مدينة خورفكان. كلنا نعرف أن مدينة خورفكان معروفة في الماضي بموقعها الجغرافي المتميز وبمكانتها الاقتصادية، ولهذا السبب تم تحصينها بالقلاع والحصون، وأنا موجودة بأهم القلاع الموجودة في المنطقة واللي هي قلعة الرابي. قلعة الرابي تم بنائها من قبل قبيلة النقبيين في عام 1333 هجري، وسميت بقلعة الرابي لأن باللهجة المحلية الرابي تعنى بالدفاع أو الحماية، وقلعة الرابي كانت تستخدم للأغراض الدفاعية للمنطقة. تتميز قلعة الرابي بوجود عدد من الفتحات والكرات موجودة فيها، كانت تستخدم للتهوية أو لحفظ الأغذية وأحياناً للمراقبة والحراسة. وقلعة الرابي أيضاً تتميز بموقعها الجغرافي المميز، فهي تطل على ميناء وشاطئ خورفكان. القلاع والحصون تشهد على شراسة الصراع الذي عاشه أبناء المنطقة عبر التاريخ من أجل الدفاع والحفاظ على المنطقة من القوى الاستعمارية، وقلعة الرابي تعتبر الحصن الحصين الوحيد لخورفكان من جهة البحر. الرابي من القلاع الأثرية والقديمة في مدينة خورفكان، وبالرغم من صعوبة الطقس والتغيرات المناخية في المنطقة إلا أنها ما زالت صامدة إلى هذا الوقت. طبعا من بعد ما تعرفنا على قلعة الرابي مع عاشة عمر، طبعا قلعة الرابي من أهم الأماكن التراثية والأماكن المميزة في خورفكان، بس صراحة أنا وصلت لها بصعوبة. نحن نبغي نعرف هذه الصعوبة معك. الصعوبة أن هي كانت مكان مرتفع شوية، ويعني حتى المشي في هذاك المكان وكان وايد صعب، كله حصى وكله يعني، وأنا سايرة يعني كعب ما حسبت حساب المكان، يعني الحمد لله نطلع منها التقرير. طيب يعني صراحة ما عرفناك في هذا التقرير عاشة والحمد لله، لكن ما شاء الله المكان كان جدا جميل، يعطيك ألف عافية على كل الصعوبات اللي واجهتيها وطلعتي لنا هذا التقرير الجميل. طبعا ومن الماضي الجميل ما زلنا مستمرين، ولكن سننتقل إلى متعة وإثارة حقيقة، وهي هواية جمع الأشياء القديمة والمقتنيات النادرة وأكثرها قيمة، هي تلك التي ترتبط بالتاريخ الإنساني والتراث الشعبي والحضاري للناس، وأيضا تؤرخ حقبة من أسلوب الحياة في ذلك الزمان. والحديث عن ذلك يسعدنا بأن نحن نرحب بالوالد راشد علي عبيد النهم. حياك الله ومساك الله بالخير. الله يحييك يا أخي. يا مرحب الساعة. يا مرحبا بك الوالد راشد. الله يخليك. حياك الله. الله يخليك. طبعا نحن اليوم بنتكلم في فقرتنا هذه الوالد راشد عن المقتنيات الأثرية، وشو أهمية أن الواحد دائما يكون حريص أن تكون عنده مجموعة من الأشياء الخاصة بالتراث. أنت ما شاء الله يعني معروف عنك عندك الكثير من المقتنيات التراثية، وجايب معاك اليوم بعد أكثر من قطعة لو نتعرف عليها ونتكلم عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، وطبعا مثل ما تعرفي أنت الماضي يعني اللي عاش الماضي الحياة القديمة حن الله حس بطعم الحياة. الماضي جميل طبعا، ومثل ما قال الشيخ زايد رحمة الله عليه، من ليس له ماض فليس له حاضر ولا مستقبل، فنحن حبينا
نجمع هذه الأشياء القديمة التراثية، لأن تعرف الأوليين راحوا وتمت هذه الأشياء البسيطة من عندهم، وأنا حابين نحافظ عليها ونعلمها حق الأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وهيثم، يعني في شيء كان مفروض عاشة تذكره بس طوفته، ما كانت بتأخذ رأيك في هذا الموضوع. نبغي نأخذ رأيك في التقرير اللي انعرض توه لقلعة الرابي اللي طبعا اشتغلت عليه عاشة، شو رأيك في التقرير؟ والله جميل التقرير يعني، وهذا عرفت ان هي عاشة اللي قدم التقرير؟ هي نعم عرفته. نعم عرفته هي. عمر كان يسألني قبل التقرير انه في فرق بين القلاع والحصون، الوالد راشد عطنا الفرق بين القلاع والحصون. مثل الحصون، هذه الحصون القديمة مثل أماكن للشرطة مثلا، يعني الجنود يداوموا فيها، وكذلك حق الحماية. صحيح. القلاع تكون على ارتفاع، يمكن القلاع كانوا يستخدمونها للمراقبة أو نعم 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 للحراسة، وتكون على ارتفاع، يعني ارتفاع يعني جبل أو شيء، فالقلعة تكون فوق حق المراقبة أو حتى حق الحروب مثلا. أما الحصن يجتمعوا فيه يعني الأغراض العسكرية. جميل. طيب يعني هذا في موضوع القلاع والحصن. نعم. ولكن أنا صراحة في شيء لافت انتباهي هني، عندنا التليفون القديم، يعني تبون اتصل لكم على اي جهه على اي مكان؟ ترى حاضرين، هذا في حراره يعني ما شاء الله تليفون بهالضخامه وبهالكبر. نعم. خبرنا عن هالتليفون بهيدا. هذا طال عمرك اول تليفون جوال استخدم في دوله الامارات. ممتاز. بدايه الثمانينات من شركه ناشونال بانو سنك. وكيف كان استخدام الوالد راشد يعني؟ هذا استخدام الدقم فوق عند الاخ في السماعه، تكون هي في السماعه فوق، هي هني هاند فري. ايه هنا هاند فري، يعني خلاص ينتقل الصوت هني. وفي بوستر داخل كبير مثل حديد. هي هذا تعبي انت البوستر، خلاص يعني تشيل الشنطه معك. الشنطه تشيلها معك بالسياره. وزنه 1 كيلو ولا 2 كيلو؟ والله ابو هيثم مثل ما تشوف انت البوستر بروحه له وزن، بس انا مبطل البوستر منه ومخلينا بدون بوستر. بس يظل بعده يعني ضخم وفي ثقل. اي نعم نعم. نتكلم عنه اكثر يعني، ما شاء الله انا احس انه حجمه كبير وفي وايد اجزاء. عمار ما تقدر ترفعه؟ والله نشوفه على مشاهدينا. هاي الشنطة تكون معاه الوالد راشد؟ هذا طال عمرك تليفون يسموه أبو شنطة. أبو شنطة. إيه أبو شنطة. أول يعني الأوليين إذا تقول لهم تقول لهم تليفون أبو شنطة، عليه شعار اتصالات، وهذا من شركة ناشونال. ممتاز. ما في مثل شاشة، هذا بدون شاشة. يعني هو يستخدم مثل الموبايل. هي نفس الموبايل. تتصل أنت ترفع السماعة تتصل، إذا البوستر معبي البطارية، ما البطارية من البوستر يعتبر كبير، فأنت تتصل عن طريق السماعة. يا سلام. هي يعني ما في مثل حد يتصل لك يبين الرقم، لا. هذا بس مثل ما تقول بدون كاشف، مثل بدون كاشف بدون شاشه. طيب ابو هيثم، الكل كان يمتلك هذا التليفون ولا كان بس لا 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 الناس؟ تعرف انت بدايه هذا التليفون غالي تقريبا 15000. ما شاء الله 15000 هذا التليفون قيمته قبل. يمكن الشنطه اللي مغاليه التليفون. انا والله اشتريت هذا ب 13000. ما شاء الله. هذا الحين عشان تقتنيه؟ ايه 13000 اشتريت. ما شاء الله لهالدرجه تحب المقتنيات يعني. قبل هذا قبل كان حتى كاتب عليه سنه كم انا بالابيض. يعني هذا نوع من انواع التليفونات القديمه اللي يتسمى ابو شنطه. في تليفونات ثانيه ومسميات اخرى؟ وعقبه بسنه نزل تليفون ثاني ابو شنطه، بس شاشه فيه، شاشه باينه، اتطور شاشه. وعقبها بفترة نزلت تليفونات ثانية جوال يسموه جوال أبو شنطة، وجوال ثابت في السيارة. كل ما يتطور كل ما صار حجمه. وبعديها فترة نزل مثل القناص، طناف، أنيس، لافي، أسرد، شو يسموه، أنواع كثيرة يعني أنواع نزلت كثيرة أيام قبل. طيب بهيثم، بعد امتلاكك لهذه المقتنيات الهدف من ذلك؟ شوف طال عمرك أنا أحب أحافظ على الأشياء القديمة. ممتاز. إن هذه يعني ما تقدر بثمن مثلا، هذه ما لها قيمه مثل ما تقول ماديه، قيمه معنويه. يعني ما شاء الله من حبك لهالمقتنيات الاثريه عادي عند الوالد راشد انه يدفع مبالغ كبيره بحيث انك تقتني احدى هذه المقتنيات واللي هو التليفون. خلينا نتكلم عن شو يسمونها كرخانه. نعم. اللي هي كانت من ادوات الخياطه. هذه الكرخانه، هذه الكرخانه اسمها سينجر. من اجود وافضل الكرخانات اللي كانت في العالم، يعني مش ما في الامارات. ممتاز. في العالم بشكل عام نوعيه سينجر. في انواع ثانيه اللي هي مثل امبيريال، بيرتي، بروت، لكن هذه الاجود. وهذه كان عندنا هنا في دوله الامارات الحريم. في الفريق مثلا بعض الحريم عندهم ماكينه الخياطه. والايراني يصيروا يخيطوا من عند هذه الحرمه الملابس، يعني ما كان موجوده عند كل حرمه. يمكن واحده ولا ثنتين عندهم. نعم. هالماكينه ويخيطون الفريج كله. اعتقد بان هذه الكرخانات لها ذكريات ما ننساها. يعني اتذكر كانت عندنا وحده
وكانت موجوده دائما في 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 مكان الكل يشوفه، وعقب راح عليها زمان طبعا ما ادري ايش يعني صار. شوفي عمر مهما تطورت الكرخانه ما زالت بنفس طبعا الشكل. نعم في اي حقبه ظهرت هذه ابو هيثم؟ هذه وايد، هذه وايد من سنين، هذه كثير مر عليها اكثر من 50 سنه، اكثر من 200 سنه ما شاء الله. هاي قدام قدام. انت لو تسير الدول يعني برا امريكا او شيء بتحصل في المحلات عارضين المكاين القديمه. يا سلام. وهي من ضمنهم. هي من ضمنهم. يعني شو السر ان انت ما شاء الله يعني الوالد براشد تحب تقتني الاشياء القديمه والمميزه والافضل نوعيا، شو السر؟ نعم. شوفي انت الحين مثلا 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 على سبيل المثال قالش في ماكينه سينجر موجوده الحين طبعا ما تكون اصليه، ما معقوله من 50 60 سنه الحين تكون اصليه. تقدر تميز الاصليه من تقدر تميز الشكل نعرف انت انت اذا خبره عندش من الشكل تشوفي. يا سلام. الشكل يعني خلاص خبره انت عندك الشكل تشوفي تعرفي ما في داعي انك تبطلي الاجزاء او شيء داخل انه يبين من الشكل خشب ما خشب طبعا الماكينه الخياطه الحدايد مالها يبين يعني هذا الشيء صحيح يبين انها قديمه. طيب يعني انا صراحه بعد لفت انتباهي الرادو. الرادو طبعا هذا كان هويه كبار السن واكيد عاش انت ليت ذكريات مع الراديو بما انك ما شاء الله عليك يعني اكيد ليت ذكريات معه ولا ما لحقت عليه؟ لا والله ما لحقت عليه عمر اشوفه ابدا ابدا. يعني اتوقع الاولين كانوا لازم معاهم الرادو ابو هيثم. شوف اخ عمر هذا الرادو قبل كان هو الوسيله الوحيده لمعرفه اخبار العالم طبعا صح. وما كان موجود عند كل شخص كنت في القهوه يمكن او عند بيت من البيوت بيت كان واحد كان عند ميسوري الحال وفي المقاهي الشعبيه مثل ما قلت انت القهوه هاي تاخذوا لجذب الزبائن طبعا. يعني مثل انت عندك مقهى الحين تحط لك رادو الزبون يجي يسمع الاخبار يشرب شاي ياكل نخي ياكل شيء فكان اشتغلوا ومن افضل الانواع يعني مش افضل الانواع من اكثر الانواع اللي استخدمت عندنا احنا نوعيه فيليبس اللي هو هولندي ممتاز. يعني هل كان رساله في الامارات ايضا بدقه الصوت هو كان في الامارات عندنا اكثر شيء كان شايع في الستينات السبعينات نوعيه فيليبس هو في نوعيات ثانيه تيلين فوك هذا امريكي المورفي هذا المورفي قوي بس انت ما تقدر تشتريه فتشتري شو الارخص الارخص هذا اي نوع هذا ناشونال بانوسونيك هذا مثل اي في المرتبه الرابعه ناشونال بانوسونيك ياباني عندك التليفونيك هذا امريكي عندك المورفي الماني عندك الفيليبس هولندي الفيليبس هولندي يعني نوعيه الفيليبس ناشونال بانوسونيك ياباني وعقبها الناشونال يعني خمس انواع قبل. يا سلام. ما كان في 20 نوع مثل الحين الحين 60 نوع طبعا. نتمنى طبعا من كل من يشاهدنا الان في هذه اللحظه ابو هيثم بانهم يقتدون فيك بانهم يمتلكون ويحافظون على هذه المقتنيات الاثريه لان احنا امانه نعتز فيها في دوله الامارات بانها تنتمي لهذه أكيد. السنوات اللي عاشوها الأولين واللي عاشوها ببساطتها والجمال في الماضي يا أبو هيثم. والله احنا نتمنى طال عمرك يعني حتى حين نتمنى من الآباء أن يعلموا أبنائهم أن يحافظوا على التراث لأن تعرف أهم شيء التراث الماضي القديم طبعاً. ماضي الطيبة ماضي الآباء ماضي الأجداد إذا احنا ما حافظنا عليه منو بحافظ عليه؟ هو التراث الإماراتي يعتبر لهذا الجيل هي ثقافة حضارية. وطبعا الوالد راشد نحن نشكرك اليوم على هذا الحضور المميز على المقتنيات الجميلة اللي تعرفنا عليها من خلالك وكل الشكر لك الوالد راشد علي عبيد إنها محياك الله معنا. الله شكرا لك على شكرا هذا لكم على هذه الاستضافة. شكرا شكرا. إذا مشاهدينا الآن نروح معاكم إلى طبعا فاصل قصير وعقبها إن شاء الله نواصل معاكم هذا المشوار من حديث المساء فخليكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد وحيا الله بكل متابعنا في برنامج حديث المساء بحلقتنا المميزة عن التراث وعن الفنون الشعبية. والحين يا عمر بنصير نعرف المشاهدين عن إحدى هذه الفنون الشعبية التي تعكس العادات والتقاليد في هذا التقرير ونرجع بعده. من الشعر طبعا هو الرزفة يكون الشطر جاي ونفس الوزن والقافية
على اللون، وخاصة الشعر في الرزيف ينقسم بعد على كذا لحن، في لحن سريع، في لحن بطيء، في لحن يسمى حربية بدون طبل، والطبل يكون مع الرزفة في الشعر مثلا الحماسي، في الشعر الغزلي، هذا في الرزيف. فنعطيكم مثلا على بعض نظام الرزيف مثلا، يعني غنى حمام الرعب في وادي لينوب، ذكرتني لحلك الله يا حمام. وكان هذا الفن الرزيف هذا يؤدى، كان سابقا يمنع لبس الأحذية في الصف. طبعا الرزيف ينقسم إلى صفين، صف يشيل وصف يرد عليه، وحتى حركة الرأس تروح مع الطبل، والطبل لما يجي لينصف يكون الصف هذا ينحني ويحرك رقبته على سيرة الطبل. مثلا على سبيل المثال قلنا غنى حمام الرعب في وادي لينوب، يتحرك الرأس على سيرة الطبل ويميل الصف، يميل يتحرك كالرجل ترتفع وتنخفض، ترتفع وتنخفض لين ما يدور الصف. طبعا مشاهدينا مثل ما شفنا وايضا عاش فن الرزيف في الامارات، هو من الموروث الشعبي الاماراتي اللي نحن لازلنا محافظين عليه في المناسبات وفي الكثير من الامور اللي نحن نحتفل فيها في دوله الامارات. اكيد يا عمر، هو يعتبر من الفنون الشعبيه الاصيله اللي نحن نفتخر فيها ونتونس ايضا في وقتنا مشاهدتنا لمثل هذه الفنون الشعبيه تكون حاضره في كل المناسبات والمهرجانات. صحيح، وايضا عاش انتقالنا الحين الى الالعاب الشعبيه في الامارات. طبعا أهم عناصر التراث الشعبي وجزءا مهما من الذاكرة، فقد حظيت الألعاب الشعبية باهتمام كبير لما لها من فوائد جمة تعود على اللاعبين في مختلف الأعمار وما تحمله أيضا من معاني. فخلونا نتعرف أيضا على هذه الألعاب الشعبية اللي مجهزينها لنا فريق العمل وعقب نرجع. كانت من الألعاب اللي كنا نلعبها في السابق، كانت اللعبة بسيطة جدا، واللعبة نحن نصنعها بنفسنا. اللعبة تكون من ورق أو من الجريد نفسه، من الجريد مع النخل، نشيل السعف من على النخلة ونخلي العود بروحه، وبعدين نربط العود من الطرف ونشد عليه على أساس شوي يرتفع، فنتم نلعب في اللعبة هذه، ندزها كمنافسة أو لعبة من الألعاب اللي يلعبونها الصبيان في هذيك السنين. لعبة جميلة، دائما الأحبال كنا نسويها من بقايا الملابس، لأن الأمهات في هذاك الوقت كانوا هم روحهم يخيطون الملابس، فتبقى عندهم بعض القطع مالت الخام، فنزين فيها الدحاريج هذه ونلعب فيها، وكل واحد يتنافس مع الثاني بشكل الدحروج اللي عنده، الدحروج اللي هو يستعملها. هذه اللعبة من الألعاب الشعبية اللي احنا كنا مارسناها في هذه السنين. اللعبة رياضية تعتمد على الركض، ندزها بشكل ماسكنها من الخلف وندزها ونعمل فيها غبارة، يعني دائما تستخدم على الرمل، وطبعا أول البلاد كلها رمل، من بين الفريج لفريج كلها رمل. فهذه من الألعاب اللي دائما تصير فيها منافسات، تصير فيها كل بيت في أولاد عندهم هذه اللعبة. Thank you.
لعبة من الألعاب الشعبية الخاصة بالبنات أيام زمان يا عمر، اللي يسمونها بالدحرجة، وكانوا يستخدمون فيها أشياء بسيطة، أشياء بدائية. كان أساس اللعبة هو سعف النخل. فتشوف بساطة الألعاب في الماضي، تشوف براءتهم، يعني أي شيء بسيط ممكن أنهم يخترعون من اللعبة. طبعا نحن كنا نلعب بالحصة. الحصة كانت عندنا هي التسلية الأولى والأساسية. يعني كنت تخيلين بأن نحن كنا نبتكر هذه الألعاب حتى من أشياء كانت موجودة في الطبيعة ومن البيئة اللي نحن موجودين فيها. بساطة الحياة في الماضي يا عمر هي اللي تجبر الإنسان أنه يحصل لبعض البدائل اللي كان يتونس فيها. طبعا. إنزين، من بعد الألعاب الشعبية يا عمر راح ننتقل معاكم مشاهدينا لموضوع آخر، واللي هو يتكلم عن السيارات الكلاسيكية. لم تتوقف عند التجميع والاقتناء، بل تعدت ذلك ووصلت لحد الشغف، لا سيما ولمن يبحث عن الطرازات القديمة المميزة. وكل ثلاثة نحن نتعرف على أحد السيارات الكلاسيكية لنروي عطش المهتمين بها. خلينا نتابع هذا التقرير. شيفرولي ماستر، سيارة صالون بابين، صنعت عام 1938 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أغلى سيارة شيفرولي في سنة الصنع. تحتفظ السيارة بلونها الرصاصي الداكن، ويستخدم لها الوقود من أجل السير، وتعد من أوائل السيارات في عام 1915 إلى 1939 للميلاد. تسير هذه السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتمتاز بجنط حديدي مقاس عجلات 15 بوصة. ومقود حديدي وصادم حديدي لمنع الصدمات القوية. طبعا من بعد ما شفنا معاكم بعض التفاصيل للسيارات الكلاسيكيه واهتمام الشباب الكبير في هذا الجانب، اكيد في كل تقرير نحن نعرضه لكم بما يخص هذه السيارات القديمه نحن نرجع فيها ذكريات، ونرجع ايضا بعض التفاصيل اللي يتعلق فيها الشباب بشكل كبير. يا عاشر، اكيد يا عمر، هو مثل الهوس استوى عند الشباب اليوم انهم يبحثون عن السيارات القديمه، والشيء الحلو ان كل واحد حاب انه يقتني احدى هذه السيارات وتكون عنده واحده منهم. طبعا عاشر، الحين وصلنا للفاصل الجميل اللي يفصل التحدي ما بيني وبينك. طبعا الحين راح نروح معاكم ونشوف معاني المصطلحات ونشوف الاجابات الصحيحه للكلمات اللي نحن قلناها قبل الفاصل واللي كانت بالفقرة الثانية. إنزين. طيب أول مصطلح كان الكاشح. الكاشح. إنزين، هو اسم للمخلب الخلفي للصقر. ونحن شو قلنا الكاشخ؟ والله نحن قلنا صوب ثاني. إنزين الثاني شو كان مالك؟ والثاني أو المصطلح الثاني هو الدقس، هو طبعًا اسم يطلق على الدولفين. الدولفين. أنا قلت لك شايف البحر، لما قلت لك. ما قلت شيء بالبحر، انت قايله على الميلم. ام ركبه اسم لنوع من البنادق القديمه. ام ركبه هذا اللي نحن استغربنا شوي منه. اما الكلمه الرابعه والمصطلح الرابع، الشرت، هو نوع من الحبال يستخدمه اهل البحر. زين، الميلم هو المقص الكبير المستخدم في قص الصوف قديما، ولا اجابه من اجاباتنا كانت صح. والله بعد هذه الاكتشافات العظيمة بأن نحن ما جاوبنا ولا إجابة صحيحة، نكون وصلنا معاكم للختام مشاهدينا، وفي الختام نقول لكم سلام في لقاء آخر إن شاء الله، انتظرونا في مشوار جديد من برنامج حديث المساء. إلى ذاك الحين تقبلت حياتي أنا أخوكم عمر أحمد وجميع طاقم العمل. نشوفكم مشاهدينا في حلقة جديدة، وتصبحون على خير ومع السلامة.